للناس اللي بتحب الفراخ المقرمشه، النهارده عندي فراخ محشيه رول بالجبنه السايحه الحلوه، ينفع تتقدم مع مكرونه، ينفع تتقدم مع رز بسمتي، حلوه قوي حتى مع بطاطس مقليه. النهارده هعملها مع سلطه انا بحبها جدا وهي سهله ومفيده جدا جدا عشان فيها مشروم، والمشروم مهم دلوقتي قوي للمناعه. حابه النهارده اجربها كده معاكم، نعملها مع بعض ان شاء الله تكون حلقه فيها كذا حاجه مختلفه ومتنوعه وتتبسطوا منها. يلا نبتدي مع بعض. اول حاجه نعملها رول الفراخ، هقول المقادير ونبتدي فيه على طول. عندي بالنسبه لرول الدجاج بالجبن واللحم المدخن، عندي نص كيلو صدور دجاج مخليه اللي هي تبقى شبه الفيليه بس ما فيهاش اي عظم عشان اقدر افردها رول. عندي تتبيله الدجاج، عندي ملح، فلفل، مستارده، زعتر. هحشي الدجاج دي بجبن تشيدر او جوده واي شرايح لحم انتوا بتحبوها، او بسطرمة او مشروم او خضار، اي نوع حشو انتوا تفضلوه موجود عندكم هنحشي بيه. عندي التغطية، الطبقات العادية بتاعتنا لاي حاجة محمرة بنعمل دقيق، بقسماط، بيض. عندي البيض هضربه بمعلقتين لبن عشان يطري معايا الفراخ، وعندي البقسماط هزود له بس نكهة بودرة ثوم بسيطة. هقدمه مع بطاطس محمرة وهنشوف تكنيكي طلعها مقرمشة وفاتحة. عندي سلطة الكرنب والمشروم، عندي مشروم فريش، وعندي كرنب أخضر وأحمر، وعندي رمان فريش. هستخدم للسلطة دي صوص زيت زيتون، مستردة، ملح، فلفل. مقادير بسيطة بس وصفة كاملة جميلة جدا جدا. اول حاجة هعملها دلوقتي ان انا هحط تلج على البطاطس عشان تخليها مقرمشة لحد الاخر وتخليها فاتحة وحلوة في التحمير وتطلع زي بتاعت برة بالظبط. بنحط كده تلج وبحط لها شوية خل، وبنقع بقى البطاطس في الملح والخل والتلج عشان تفضل لونها فاتح ومتشربش زيت وتبقى مقرمشة قوي كده في الاخر نحس ان في قرمشة حلوة. هو ده بقى الميكس اللي بيعملوه برة علشان يخلي البطاطس حلوة ومقرمشة ومش شاربة زيت خالص. المفروض انقعها في الكلام ده نص ساعة ساعة، بس حتى لو ما عندكمش وقت ونقعتوها فيه لحد لما شخلتوا الزيت وسخن برضو بيطلع طعمها حلو جدا. هسيب بقى ده كده تتنقع في التلج والملح والخل. مش بنزود ملح وخل قوي علشان مش بنشطف، احنا على طول بنحمرها بس بنصفيها من ميتها وبنحمرها، فمش عايزه ان انتوا تزودوا قوي في مقدار الملح والخل علشان تفضل معاكم حلوه لحد الاخر. عندي بقى دلوقتي الفراخ هنعملها ازاي. عندي الصدور اهي، بتيجي فيليه عادي جدا، هو فيليه بس من غير اي عظم جواه. بجيبه كده وببتدي ادقه عشان اعرف الفه، لازم ادقه كويس جدا. ندق بقى كده، ناخد بالنا بس ما نجيش على العروق قوي علشان ما يفرولش منه. كل لما يفرد معانا شكل مستقيم كل لما الفرد هيكون اسهل جدا، الرولينج اللف هيكون اسهل جدا. فنحاول نخليه طبقه واحده مفروده كده مستقيمه، ما فيش حته مرتفعه عن حته عشان نلفه اسهل واسهل. اهو كده عندي اول واحد جاهز، شوف التاني. لازم طبعا يبقى معايا ستريتش او فويل اي حاجه وانا بفرد، لازم تكون مفروده كده بطريقه بحاجه عشان تفصل المدقه عن الفراخ عشان بس تطلع طبقه واحده. افرد كده تاني وابتدي ادق تاني. انا كده بالنسبة لي هو تمام، اسيبه كده ونشوف. اي بقى حاجات زيادة اللي هي بتبقى جنب الصدر كده دي مش هتساعدنا قوي في اللف، مش هتكون ظريفة، نتخلص منها عشان ما تعملناش كلاكيع جوه الرول بتاعنا.
عندي دلوقتي التتبيلة بتاعت الفراخ نفسها عبارة عن ايه. نجيب كده مع بعض معلقة، نبتدي نشوف هنتبل الفراخ بايه، وبنتبلها من جوه بس مش من بره. حط هنا ملح وفلفل عشان الطبقة اللي تحت، وعندي ملح وفلفل هاخدهم للتتبيلة بتاعت جوه. ناخد بالنا ان الفراخ دي جواها جبنة ولسه هيتحط لها بيض عليه ملح وفلفل، ولسه فيه بقسماط، فلما نيجي نتبلها نتبلها كده ايه بالراحه، ما نزودش قوي علشان لسه فيه كذا طبقه، فمش عايزه طبقه تخلي طبقه تاني حادقه. نظبط الطعم نبقى براحه جدا واحنا بنعملها. عندي زعتر، وعندي صوص الماسترد اللي هيظبط بقى معايا الطعم جوه جدا. لو حد ما بيحبش المسترد عادي ممكن نستغنى عنه، ويبقى ملح وفلفل وزعتر وشويه ليمون او زيت زيتون، او ملح وفلفل وليمون بس من غير زعتر حتى. بس لازم تحطوا اي حاجة جوه، اي بهار جوه بس يدي طعم مع الجبنة السايحة عشان يمسكوا في بعض كده، يبقوا عاملين طبقة حلوة قوي. هتبل كده الفراخ اهو، بصوا بقى تخيلوا الطبقة من التتبيلة دي، ولما نحط لها بقى الجبنه واللحم المدخن هتبقى جميله ازاي. الاثنين مع بعض بيبقوا حلوين جدا جدا. وعندي هنا الظهر، رشله بس رشه ملح كده، رشه فلفل اسود، حاجه بسيطه جدا جدا. حلو قوي 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 كده، بس كده. هطلع بقى اجيب الفويل وارجع لكم تاني، استنوني.